السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي كاتي ايدل. جيت اليوم درت هذا الفيديو، هذا اول مرة تنبان فيه بوجهي لانه بغيت نشارك معكم احساسي هاد الايام، وخاصة بقرب حلول شهر رمضان الكريم. الله يدخلو علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبكل ما تمنيتو إن شاء الله، ولا مفقودين ولا فاقدين إن شاء الله يا ربي. هاد الفيديو درتو اليوم خاصة تكريم الإنسان غالي على قلبي. هاد الإنسان جابني على الدنيا، رباني، قراني، علمني كل حاجة زوينة في هذه الحياة، علمني الصدق، علمني الشجاعة، أنني ما نسكتش على الحق ولو يكون في أقرب الناس ليا، علمني ما نظلمش. هذا الإنسان علمني نضحك في ولو نكون حزينة. هذا الانسان هو الوالد ديالي الله يرحمه، بابا، كنقول ليه بابا. افتقدته في 13 في 12 شهر في 2019، غادر الدنيا. هذا قدر الله، اللهم لا اعتراض. هاد الايام بصراحه فين ما درت، فين اي مكان دزت فيه في الدار، كان كيجي بين عينيا، كان نتفكر انه غيكون اول رمضان ما غاديش يكون معانا فيه، غادي نفتقد انه نوجد ليه الفطور ديالو، غنفتقد انه يعيط ليا بصوته قبل السحور باش نوجد ليه الصحوة ديالو. ونفتقد انه رغم انه ما كانش يقدر كيمشي غير عكاز، وكينوض في كل صالة، ينوض يؤدي الواجب ديالو عند مع الله سبحانه وتعالى، كيدير قيام الليل. افتقد صوت الصلاة ديالو، افتقد صوت القراية ديال القرآن ديالو، افتقد الضحكة ديالو. بصراحة بابا الله يرحمه كان رجل نكتة، رجل دين، كان بصراحة ما افتقدتوش غير أنا، وبشهادة الجميع افتقدته، كل العائلة افتقدته، لأنه كان الجمع اللي ما فيهش بابا ما كيكونش جمع. الله يرحمه في هذا النار ويوسع عليه. نتمنى أنكم تدعوا ليه بالرحمة، لأنه دعاء الغائب كيكون أحسن من دعائي. بابا الله يرحمه تقريبا قبل ما يموت بشهر قال لي انا وواحد اختي، قال لينا علاش ما تحلوش قناه حتى نتوما، تبقاي تحطي فيها داكشي اللي كتوجدي، داكشي اللي عندك وهذا. قلت لي ان شاء الله، وسبحان الله جات فتح القناه غير صدفه، حليتها وفكرت مع راسي، قلت سبحان الله بحال حققت شي حاجه قالها يعني طلبها مني بابا الله يرحمه. المهم سمحوا لي، انا دخلت لبيوتكم وفتحتوا لي قلبكم وخليتوني انني نقول داكشي اللي كنحس بيه. ونتمنى حتى واحد فيكم ما يدوق مرات انك تفقد الانسان اللي عزيز عليك، والناس اللي مات ليهم شي حد، والله يرحمهم ويوسع عليهم.
ومن هذا المنبر نقدم التعازي ديالي للناس اللي فقدوا أحباء ليهم في زمن كورونا، سواء بسبب المرض أو بغير المرض، لأنه كيف ما كان الحال أنا بابا الله يرحمه مات، وتصلت عليه مات نهار الجمعة، وتصلت عليه الجمعة، وتصلت عليه صلاة الجنازة. أما الناس اللي كيموتوا دابا الله يكون في عون عائلتهم، راه ما تيحضر ليهم، لا ما كيعزي، ما كيقدرش يجي حد يواسيهم ويعزيهم ويكون معاهم، وما كيداش ليه العشاء، وما كيتصلاش عليه في الجامع. هذا الله يرحمهم ويوسع عليهم، ونتمنى والله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي، ونرجعوا لأيامنا. أنا من الأشياء اللي نتمنى أنا نديرها بعد ما يترفع هذا البلاء ويترفع الحظر الصحي اللي مفروض علينا هذه الأيام، نمشي نزور القبر ديال بابا الله يرحمه، وهذا ما كان. وسمحوا لي إلا تقلت عليكم، ونتمنى نتمنى ما نكونش تقيلة على قلوبكم، ودعيوا مع بابا الله يرحمه، وشكرا.